من غير دي هتعمليها وهتحيري الكل بيها. هنعمل النهاردة فطيرة صحية من غير بيض، من غير لحوم، من غير حليب، وصفة سهلة جدا، وتعالوا نسميها وصفة الإنجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أتخض من كمية اللايكات اللي على الفيديو والتعليقات. قبل ما نبدأ كده، خلينا متفقين إن وصفة النهاردة دي وصفة خرافية. ناس كتير جدا طلبت مني وصفات من غير لحوم، من غير دقيق، تكون صحية. وصفة النهاردة هي أول وصفة في السلسلة اللي احنا هنعملها مع بعض الفترة اللي جاية. أول حاجة عايزة تعملوها، تنقعوا العدس من قبلها بفترة. لو احنا بالليل نقعوه لحد الصبح، دول حوالي كوباية من العدس 150 جرام، وهنحط عليه مية ونغير عليه المية كده باستمرار. العدس من الحاجات المهمة جدا اللي احنا ننقعها وقت طويل علشان تكون مفيدة جدا. بعد كده بقى هتعملي ايه بعد ما تكوني خلاص هتعملي الوصفة دلوقتي؟ موضوع مش هياخد اي مجهود منك. اي شوية خضار عندك، بصل، ثوم، بتنجان، كوسة، فلفل ملون. وانا النهاردة هسهل على نفسي، مش هستعمل اي حاجة يعني كتير. هجيب الخلاط وهعمل فيه كل حاجة. يا سلوى، هتعملي الخلاط تحطي فيه بصل؟ ايوه. يعني عايزين بقى نعمل النهاردة الوصفة من غير ما نتعب ولا نعمل مواعين كتير. اهم حاجة لما نيجي نحط الحاجة في الخلاط ما نعصرهاش ونقعد نضرب فيها، لأ، نعمل كده زي نظام النبضات، نعمل دوسة ونشيل ايدينا، دوسة ونشيل ايدينا. وبالطريقة دي هنقدر اللي احنا نخلي البصل يكون معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، مش عصير بصل، لأ، كأني بالظبط قطعت البصل على ايديا كده او على البورد، يعني من غير اي مجهود خالص. والخلاط بقى لسه موجود، لان الخلاط ده هيتعمل فيه كل حاجه. جبت اي حله او اي صينيه فاضيه تماما ما فيهاش اي حاجه، مش هنحط دهون دلوقتي، وهقول لكم ان كميه الدهون النهارده هتكون برضو قليله جدا. طيب انا هشوح البصل شويه واعمل الفلفل الملون والثوم بنفس الطريقه. هنجيب الخلاط برضو ونحط فيه الفلفل. طبعا لو عندنا كبه برضو بينفع، بس احنا هنحتاج الخلاط كمان شويه، فعلشان كله يتعمل في الخلاط ويبقى غسلة واحدة وخلصنا. شوحت البصل شوية لحد ما يبتدي بس يدبل من غير اي حاجة خالص عليه. تعالوا بقى ايه، لو عايزين طبعا نحط اي مادة دهنية براحتنا، ولكن انا بقدم وصفة صحية. فتعالوا نطحن الفلفل بنفس الطريقة، نظام النبضات زي ما اتفقنا، اللي احنا ما بنشغلش على طول، لا، دوسة ونوقف، دوسة ونوقف، وإيه وخلاص كده. يعني حوالي 3 دوسات بس بتفرم الفلفل وكل الخضار بالظبط كأني قطعته على ايديا أو حتى في كبة. شايفين كده الفلفل ده كان فلفل أحمر وفلفل أخضر، واحدة بس من كل حاجة، وكمان فصين من الثوم. طبعا اول بقى ما بنحط الفلفل على والثوم على البصل، الريحه بتبتدي تطلع، فنبتدي نقلب كده ونسيبها. وتعالوا نروح نشوف بقيه الخضار اللي عندي. عندي كوسه، بنفس الطريقه هعمل نفس الحاجه، الخلاط هو هو اهو. نقطع الكوسه كده، والجزر عايزين نكتر او نقلل من اي حاجه براحتنا. حبه واحده من البتنجان، عايزين نشيل القشر نشيله، مش عايزين خلاص، انا نص نص يعني، بشيل نصه وبسيب نصه. ونحطه برضو في الخلاط. يا سلوى، هتطحني كل ده في الخلاط؟ ايوه. يلا بقى نروح نطحنه. الحاجة اللي بتعيش معايا بتعيش معايا على كل الاوجه، يعني بتعمل كل حاجة ممكن ايه اتخيلها، بحاول استفيد بيها بكل الايه بقدر الامكان. برضو نفس الكلام، نظام النبضات كده، وطحنت الايه الجزر والكوسة والبتنجان. ونبتدي ننزل الخليط ده، والخليط ده هو هيكون بديل اللحمة المفرومة. لسه هنعمل شوية نكهات ونحط عليه شوية حاجات. اي حد هيدوق الوصفة دي هيفتكر ان دي لحمة مفرومة، وجربه على ضمانتي. هنقلب، مهم جدا اللي احنا ناخد تشويحة كده حلوة. طبعا كل ما بحط حاجة كل ما الريحة بتزيد معايا في المطبخ كده. طيب احنا هنحط بقى شوية توابل هتغمق الخلطة دي. تعالوا بقى نشوف ممكن نحط ايه. هنجيب بقى كزبرة ناشفة و7 بهارات وفلفل وبابريكا، ونبتدي نحطهم. طبعا ما ننساش كمان الملح، نحط الملح.
علشان نعمل طعم حلو جدا 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 هنستعمل دبس الرمان. دبس الرمان من الحاجات اللي بتعمل إضافة فعلا فعلا للطعم، وكأن دي بالظبط كده اللحوم قدامنا. هنقلب، يبقى أنا كده عملت حشوة مليانة طعم مليانة فوائد. طبعا نقدر نشيل ونحط الحاجة اللي احنا مش بنحبها أو مش متوفرة عندنا. أنا بقدم الفكرة وبجرب الوصفة، ويعني الوصفة طبعا من ابتكاري، وبحاول ان انا اطلع لكم احسن طعم ليها. عندي كمان 4 طماطمات كده ضربتهم في الخلاط، طماطم فريش، وبعدين برضو بنزلها على الخليط. شايفين الخلاط مطرحه ايه؟ مطرحه طماطم، مش هنغسله مش هنغسله، لسه هنكمل معانا دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه. احنا في المرحلة دي تقريبا كده خلصنا الحشوة، نديها بس كده تقليبتين على النار لان هي لسه هتستوي تاني. نتأكد من الملح، ممكن ندوقها ونشوف ملحها عامل ازاي، الفلفل، البهارات، هي كده خلاص جاهزة عندي. طيب تعالوا بقى نشوف هنجيب ايه. هنجيب اي طبق بايركس او اي صينية هتخش الفرن وهنقدم فيها. هنجيب نحط فيها معلقة كبيرة من الطحينة، الطحينة اللي هي مصنوعة من السمسم. فوايد بقى، يعني انا بجمع مع بعض فوايد وطعم. دهنت بقى كويس القاع بتاع الصينيه والاطراف وكل حاجه، وهنزل خليط الحشوه اللي احنا عملناه. اي حد هيعدي دلوقتي هيشم او هيشوف الكلام ده هيفتكر ان ده لحمه مفرومه، صح ولا ايه؟ وجربوا بنفسكم، اعملوا نفس الخلطه وشوفوا الطعم الرهيب اللي هيكون موجود عندكم. طيب فاكرين العدس اللي احنا نقعناه وقلنا ننقعه 12 ساعه؟ دلوقتي انا شلت من عليه الميه، فالخلاط اللي احنا عملنا فيه كل حاجه دلوقتي هنرجعه تاني علشان عايزينه. هنجهز نفس الكوبايه اللي احنا في الاول نقعنا كوبايه العدس، نفس الكوبايه دي هتكون الميه. هحط العدس اللي احنا نقعناه واحط عليها معلقه كبيره من الطحينه، معلقه صغيره من الكمون والملح، وكمان نحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وتعالوا نحط الكوباية بتاعة المية ونحط كمان نص معلقة صغيرة من الخل. يبقى العدس بالمية بالخل بالبيكنج باودر بالطحينة والخل، كل ده في الخلاط، نطحن كويس جدا. الخلاط كان مطرحه طماطم ما غسلناهاش، عشان كده بقول لكم دي اخر مرحلة. بعد بقى المرحلة دي ممكن نغسل الخلاط خلاص كده. طيب تعالوا نجيب الخليط اللي احنا عندنا ده، وتعالوا نحطه على الخليط اللي احنا مجهزينه في الاول. مركزين معايا ولا لا؟ العدس كان منقوع فقط، ما سلقناهوش، ما عملناش فيه اي حاجه غير كده، منقوع وضربناه في الخلاط مع الحاجات اللي احنا قلناها. تعالوا نوزع الخليط بتاع العدس ده، وبكده احنا خلصنا. ايوه كده خلصنا. نروح نشغل الفرن على درجه حراره 180، ممكن نحط شوية حبة البركة لو احنا حابين على الوش. نسيب الفرن يسخن شوية وندخله وبعد كده على الرف الشبك، بيقعد حوالي 25 دقيقة. هيحتاج اللي احنا نفتح عليه الشواية من فوق حوالي 5 دقايق، مجموع ما قعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة بيطلع بالشكل الرهيب ده. ممكن نحط عليه معلقة زيت زيتون، خلاص هو كده استوى. زيت الزيتون هيديله لمعة وهيديله طعم حلو على السطح كده من فوق، فانا حبيت ان انا احط عليه زيت زيتون على البارد علشان استفيد بكل الفوائد. فطيره الغداء من غير لحوم، اتكلمنا على الحشوه والعجينه، وكتبت لكم كل حاجه دلوقتي على الشاشه. الحشوه نقدر نحط الخضار اللي احنا عايزينه بالكميه اللي احنا عايزينها، عايزين نحط كوسه بس، بتنجان بس، براحتنا. بس في طبعا حاجه اساسيه هي البصل والثوم والفلفل والطماطم. الجزر والكوسه والبتنجان ممكن نستعمل حاجه واحده بس. بس كده دي كانت الايه الوصفة. بعد كده بنستمتع بيها، بتبقى جميلة جدا جدا، طبق جانبي او طبق رئيسي زي ما احنا حابين. وصفة سهلة من غير لحوم نقدر نعملها كل يوم. شايفين حاجة احلى من كده؟ اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وسيبولي بقى رأيكم تحت في التعليقات، عايزين وصفات زي كده كتير ولا لا؟ ماشي، انا بجد هقرأ التعليقات وان شاء الله هعمل لكم الحاجة اللي انتوا عايزينها. زي ما احنا شايفين نقدر نقطعها زي ما احنا شايفين كده، مش لازقه معانا، نقدر نقطعها قطع. ووجبه هيحبها الصغير والكبير، والناس اللي عايزه اكلات من غير لحوم واقتصاديه، الوصفه دي هي معاكم ان شاء الله كده تعجبكم.
وهحطها لكم ان شاء الله في قائمة تشغيل وصفات للغدا والعشاء. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، مع السلامة.